يعتبر الرقص الشعبي فن؟ أكيد أكيد. طيب. خصوصاً لو كان فن شعبي بيتقدم من فرقة عندها ممارسة وعندها ثقافة وبتقدم زي محمود رضا وزي القومية. عفواً الراقصة أنت قلتي أنه لازم عندها ثقافة. لو شخص يسأل مثل تامر أمين الإعلامي المصري الكبير في قال أنه الرقص لا يعتبر فن، أنت قلتي الرقص ممكن فن وبي ثقافة، رب سالم يسأل إيه هي الثقافة في الرقص الشعبي؟ يعني الهز بالعراق احنا نقول، بس احنا ايش الثقافة؟ بعد اذنك، احنا الرقص الشرقي ابتدى من ايام الفراعنة. من ايام الفراعنة كانوا بيتعاملوا معاه في الجنازات، في الاحزان، في الافراح، يرقصوا. كانوا رقص معروف في الحضارة الفرعونية. طيب. بعديها الحضارة الصينية ويعني وهكذا. بعد كده انقلب الى الجيبسي. تلاقي الراجل لما يبقى سعيد يحطب يرقص بالتحطيب، اسمه عندنا تحطيب. طيب. الراقصة تبقى لابسة الملس اللي هو محترم جدا، اللي هو تبع يعني تقاليدنا وعاداتنا. الملس، وتبقى حاطة البرقع وحاطة القصبة هنا وحتى الخلاخيل والحاجات دي كلها، مش زي دلوقتي. لا.